كصندوق الصداقة القطري التونسي مبلغ 15 مليون دولار أمريكي مع 5 شركاء، وإن شاء الله هذه الشراكة بتكون من بداية من عام 2019 إلى عام 2021، والهدف من هذه الشراكات هي خلق 100 ألف فرصة عمل للشباب التونسيين، وإحنا نركز بشكل خاص على المناطق الداخلية والمناطق المهمشة تقريبا كلها بالتساوي على حسب حجم المؤسسة. فهناك تمويل أصغر وهناك تمويل متوسط وهناك متناهية الصغر، فعلى حسب الشريك يتم توزيع هذه المبلغ اللي هو 15 مليون دولار. إنشاء الصندوق كان بمبلغ 97 مليون دولار في عام 2013، والحمد لله وصلنا إلى 27 ألف فرصة عمل، ونطمح اليوم بالالتزام الحالي لسنة 2019 للوصول إلى 100 ألف، وفي المستقبل إن شاء الله بتكون هناك شراكات مستقبلية خلال الأعوام القادمة إن شاء الله. صندوق الصداقة القطري التونسي هو شريكنا من الأول، وإن شاء الله باش نواصلوا معاه العديد من الاتفاقيات. هذه الاتفاقية الثانية، احنا القرض هذايا لعشر سنوات عملناه 15.2 مليون دولار يخص بنك تمويل المؤسسات الصغرى المتوسطة، هو على مدى طويل خذيناه ونهدفوا منه احداث تقريبا 3000 موطن شغل كل سنه. معناتها احنا الهدف بتاعنا يلزمنا 15000 موطن شغل عن طريق هالقرض هذا. مشاريع 80% منها تخص المناطق الداخليه، مشاريع صناعيه فيها اغوا اليمونتير زاده كيف عنا تمس القطاعات الكل. البنك هذا يتو في فترة انتقالية إلى بنك الجهات اللي سمعتوا بها، معناتها بنك الجهات والبنك دانفستيسمون باش يكون جديد لتونس، والبي اف بي ام هي حاليا البنك لونيك بنك دو ديفلوبمون اللي عندنا في تونس حاليا. هذا البرنامج قانون المالية باش يتغير اسمها باش يولي بنك الجهات مع الدمج مع شركة سوتيغار. اليوم وقعنا معناتها عقد شراكة مع الصندوق القطري، والصندوق مش يمكننا من مبلغ 43.5 مليون دينار على مدة 3 سنين. الهدف منها هي خلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة تقدر ب 20 ألف موطن شغل لأصحاب المشاريع الصغرى وخاصة للشباب. في نفس الوقت معناتها ال 20 ألف مش يكونوا موزعين على كامل تراب الجمهورية، وخاصة المناطق الأقل حظ معناتها في التمويل واللي نسميوها المناطق المحرومة. الفكرة هو أنه نبعث مشاريع اللي عندها قرض اسمه قرض بداية لكل صاحب مشروع يحب يتمتع بتمويل، التمويل هذا يوصل 40 ألف دينار بالنسبة لصاحب المشروع، وغير التمويل عندنا معناتها منظمة إندا اللي تقوم بالإحاطة بالنسبة لأصحاب المشاريع هذوما، يعني تحضير البزنس بلان دراسة وبعد التمويل نقوموا كذلك بالمصاحبة والإحاطة. اليوم تقريبا 30% من التمويل هذه مش يمشي للمناطق الفلاحية وخاصة الفلاحين، لأنه الفلاحين عندهم مشكلة كبيرة في وجود خاصة تعرف يعني ما تسجيل الأرض وهذا مش موجود. احنا ما نطلبوش البيروقراطية هذه، احنا فقط نروح على عين المكان ونتأكد انه المرأة ولا الراجل هو صاحب المشروع. ما نركزوش اكثر على الوراقي، لكن نحاولوا انه الناس هذوما نخليهم يدخلوا خاصة للسيكتور معناتها فورميل.